بس انا عمري ما حسيت ان انت بتحبني. عندك حق، انا نفسي ما كنتش عارف ان انا بحبك للدرجه دي لحد ما خسرتك وجات والدتك وخلتني ما اقدرش اشوفك تاني. يا ريتها عملت كده من زمان. هي اصلا مش من حقها تمنعني ان انا اشوفك. يعني انت من حقك تضربني؟ ممكن تديني فرصه اثبت لك ان انا اتغيرت؟ نفتح صفحه جديده وننسى اللي فات. نشوف. بعدك لهلا ما قلتي لي شو اسمك. انت شو بدك مني؟ على فكرة انت اخذي فكرة غلط عن السجن، مفتكرة انك لوحدك ولك حتى وحدك بيتحكموا فيها. اول شي بيطلبوا منك هو انك تحكي، بعدين قد ما حكيتي وصرختي بيبطلوا يسمعوكي. عموما انا اسمي احلام. مش فاكر اسمك جوليا؟ صح، امبارح كان اسمي جوليا، اليوم اسمي احلام. حبيبة قلبي، النهاردة كان يوم حلو قوي، احنا ليه ما بنعملش كده كتير؟ عشان انت ما كنتش بتبقى فاضيلي. ايه رأيك بقى؟ من هنا ورايح انا ما ورياش اي حاجة غيرك. اوكي. خلي بالك من نفسك، ولو احتاجتي اي حاجة في الدنيا هتكلميني. ايوه. باي حبيبتي. باي. انا شميت ريحه سجاير نتنا كتير، الغالي منها والرخيص، بس ما شميتش زي دي. يمكن عشان دي سجايرك، ولا عشان دي ريحه نفسك وطبعك النتن اللي بيخرج مع كل نفس. ممكن اعرف ايه اللي جايبك هنا؟ انا هعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه من الافتتاحيه المعفنه دي. انا جاي اقول لك حاجه واحده بس، احنا لازم نقعد مع بعض ونتكلم بخصوص شمس. الموضوع مش محتاج كلام، الموضوع محتاج فعل انك تتصرف كأب مسؤول. ده على اساس يعني ان انتي بتتصرفي كأم مسؤولة؟ اه طبعا، بس ما اقدرش اقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت. بسيطة، نعمل لك عملية وتبقي الاتنين في بعض. ايه الدراما العالية اللي انتي عايشة فيها دي؟ كريم، انت آخر مرة زرت الشمس في الجامعة امتى؟ خدتها كم مرة خرجت بيها في أي مكان؟ ولا وديتها سينما؟ أظن يا كاتب يا مؤلف يا محترم يا عاقل، أنت عارف كويس جدا إن بنتك في مرحلة صعبة، سن مراهقة على ما أعتقد، ومحتاجة أب تتسند عليه وراجل. ما هو ده اللي أنا بحاول أعمله. لعلمك بقى، أنا لسه راجع مع شمس من مكان جميل جدا، قعدنا شربنا حاجة واتكلمنا وقضينا وقت زي الفل. شفتي بقى إنك مفترية وظلماني دايما؟ أه فعلا ظلماك. مش معنى إن أنت خرجت مع شمس مرة واحدة يبقى أنت قمت بدورك كأب. وللأسف ما عنديش وقت أضيعه عشان أعلمك إزاي تكون أب صالح، لأني فقدت الأمل فيك. بس يكون في علمك يا كريم
لو فكرت يا كريم مرة واحدة إنك تضايق الشمس أنا مش هسكت لك، وللأسف النهاية اللي هتكون بينا مش هتبسطك قوي. بقولك يا أستاذة، ما تخليك في الإخراج بتاعك وتسيبي كتابة الأدوار دي لي أنا. من غير ما اقولك؟ انتي ناسيه ان ابويا ولا ايه؟ لا انا مش ناسيه، بس انتي اللي نسيتي البهدله اللي بهدلها لك بحجه ان ابوكي برضه. في ايه؟ ما ينفعش تشوفيني مبسوطه؟ لازم تشوفيني تنكدي عليا؟ اه هو قلبك عليا؟ محدش يقدر يقلبني عليكي. بصي يا شمس، اذا شايفه ان هو الاب المثالي ويصلح انه يكون اب، خليكي يا حبيبتي ماشيه وراه واسمعي كلامه، بس ما ترجعيش تعيطي بقى لما يرجع زي الاول وبيفتكري كلامي ده كويس. في ايه يا مامي؟ هو انا عدوتك؟ ما ينفعش يكون عندي اب يحبني ويخاف عليا؟ انا اسفه يا حبيبتي ان انا بوعيكي اللي هيحصل بعد كده، وانتي حره في اللي انتي عايزه تعمليه. وجهة نظرك كمخرجه، المشهد مش كان ممكن يبقى له قفلة أحسن من كده؟ ولما أنت عارفة نهاية الفيلم بتطولي على نفسك السكة ليه؟ لعلمك أنت مش أحسن منه بكتير، أنا بقولك بس عشان ممكن تندمي بعد كده. انتي بتهدديني؟ لا مش قصدي، انا بس بقولك يمكن حاجة تتغير. خلصتي؟ انتي نازلة؟ اه عندي ميعاد مهم. جيتي ليه؟ جيت عشان كنت عايزة اطمن عليكي، وبيحطي تحت الكلمة دي مليون خط، وافتكريها كويس. باي.